مساء الخير وحياكم الله في آخر حلقات هذا الأسبوع في معنا العديد من الموضوعات والعديد من التقارير. أولها طالبات كليتي الليث وأضم يتذمرون من ضيق المبنى وجدول المحاضرات وسوء الكافيتيريا وعدم تخصيص مكان للصلاة. أهالي مركز الموسم يطالبون بإيقاف مشروع الصرف لوجود المكب داخل النطاق العمراني لمنازلهم. وأمانة الشرقية تبدأ في تطبيق قائمة الأسعار في سوق السمك المركزي بالدمام. وبتشوفون معنا أيضا في حلقة اليوم مختصون يطالبون بعقوبات صارمة لبائعي شرائح الاتصال في السوق السوداء. ومنظمة دولية تؤكد ارتفاع عدد المصابين بالسكري في المملكة إلى 50% في عام 2030. وفيلم النماص جوهرة السياحة السعودية يتوج بمونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام. قبل نبدأ ملفات الليلة، حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا موعد مباراة منتخبي فلسطين والسعودية في 5 نوفمبر المقبل على أرض الأول، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا وكأس آسيا 2019 في الإمارات. وجاء قرار الفيفا بعد اجتماع اللجنة المختصة بتصفيات كأس العالم برئاسة خوان نابوت. من جانبه أكد المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عدنان المعيبد رفض اتحاد الكرة السعودي اللعب في رام الله، مؤكدا أن هناك اتصالات تجرى من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم مع الجانب الفلسطيني للوصول إلى حل مرض، وذلك بعد قرار فيفا بإلزام الأخضر اللعب في رام الله الشهر المقبل. قال المعيبد: لن نتراجع عن قرارنا بعدم اللعب في فلسطين ولن نمر من خلال المعابر الإسرائيلية على الإطلاق، هذا أمر سبق لنا توضيحه وما زلنا مصممين عليه. ينضم لي هاتفيا الأستاذ عدنان المعيبد المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم. أهلا أستاذ عدنان. حياك الله يا أستاذي. حياك الله. وين رايحين؟ وين متجهة الأزمة؟ مباراة السعودية وفلسطين وين هي رايحة؟ تصريحات من هنا وتصريحات من هنا، الاتحاد السعودي يرفض والفلسطين أيضا الآن يعني في مفاوضات، وش آخر شيء وصلتوا له؟ طبعا لم يتغير شيء حتى الآن، يعني إحنا موقفنا ثابت، يعني لم يتغير ولن يتغير إن شاء الله في سواء يعني صدرت بياناتنا ولا هناك، لكن إحنا على ثقة إن شاء الله بأنه المسؤولين يعني في الدولتين قادرين بإذن الله على حلحلة يعني أي القضايا الصعبة في هذا الموضوع. ثقتنا كبيرة بالإخوان في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ثقتنا كبيرة في كل المسؤولين الفلسطينيين وحرصهم على العلاقة الطيبة مع الجانب السعودي في كرة القدم والرياضة. والأقوى في الاتحاد القدم وعلى رأسهم طبعا رئيس الاتحاد يسعى بكل قوة يعني، وخلال الأيام اللي فاتوا وخلال واليومين أمس واليوم، وكان له زيارة حتى لزيارة هذه الزيارة يعني لبحث الأمور بشكل أكبر. كل الأمل إن شاء الله أن تسفر هذه المفاوضات والمباحثات بين الجانبين على حل وسط يرضي الطرفان و يعني يستجيب يعني لمبررات الدعوة الاتحاد السعودي لكرة القدم في عدم يعني عدم القدرة على الدخول إلى أراضينا الحبيبة فلسطين من خلال هذه المعابر. صحيح. الاتحاد السعودي لكرة القدم ماخذ في الحسبان في حال عدم اللعب وش اللي ممكن يصير، ماخذ هذا الموضوع؟ طبيعي، شوف يعني احنا يمكن الواحد الفترة الماضية يعني لم يعني ما تحدثنا في النتائج السلبية لا سمح الله لو حدثت بما يخص عدم اللعب يعني في بعد اتخاذ لجنة المسابقات
في الاتحاد الدولي قرار بإعادة المباراة إلى مكانها المقرر وإلى في النصف الغربية. طبيعي أنه وضعنا في الاعتبار كل هذه المسببات. طيب. نحن على علم كامل بكافة التفاصيل، ولكن يعني إحنا حاولنا بقدر المستطاع أنه لا نتحدث في هذا الموضوع. متى ممكن نقول تاريخ الحسم في هذه القضية عشان يعني نوقف نقول في تاريخ كذا ممكن القضية هذه تنتهي؟ يعني احنا نتكلم، يعني احنا قلنا خلال 48 ساعة لعلها ان شاء الله الامور يعني توضح. طبعا الاخوان في الاتحاد الفلسطيني كانوا امس في اجتماعات مختلفة، واليوم في اجتماعات ايضا. هناك كان مؤتمر صحفي للسيد رئيس الاتحاد الفلسطيني للسيد اللواء جبريل الرجوب، ونقدر هذا الرجل، نقدر له يعني سعيه لحل مرضي للطرفان، ونقدر الاخوة في الاتحاد الفلسطيني ايضا هذا الدور، ونامل ان شاء الله بانه خلال 48 ساعة لعلها ان شاء الله تكون هناك اخبار جديدة بإذن الله. قدم لنا في المساء أمس وافقنا عليه، وافقنا على هذا المقترح بإذن الله. يعني نتخيل إن شاء الله ونتأمل في نفس الوقت بأنه هذا المقترح يعني يترجم من خلال مذكرة مشتركة بين بإذن الله. دعواتنا لكم أخوي عدنان، دعواتنا لكم في 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 هذا الموضوع وهذا الملف إن شاء الله أنه يحسم للصالح العام أيضا. أخوي عدنان المعيبد إن شاء الله بعد 48 ساعة يعني نبارك البعض بحل وسط يرضي الجميع. المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عدنان المعيبد، شكرا جزيلا لك، موفقين في الخطوات القادمة للاتحاد السعودي. تفاعلت طالبات كلية الليث وكلية أظم الجامعية التابعتان لجامعة أم القرى مع هاشتاغ سجن كلية الليث أم القرى اللي أطلقتها طالبات كلية الليث امتعاضا من بقاء بعضهن في حرم الجامعة حتى الثانية ظهرا. هذا الهاشتاغ تطور للحديث عن مطالبات أخرى لطالبات الكليتين غير السجن حسب وصفهم هذا، إلى موضوع ضيق القاعات وتسلط موظفات الأمن بالتفتيش على الجوالات ومحتوياتها من صور، إلى جانب تردي قاعة الكافيتيريا وسوء نوعية الطعام فيه، وتذمر شديد أيضا من سوء أجهزة التكييف وتعطل بعضها وعدم وجود مكان مخصص للصلاة أو الانتظار حتى موعد الخروج. قبل شروق شمس كل صباح تنطلق معظم بنات كلية الليث من منازلهن البعيدة بحثاً عن الفلاح، قاطعين مسافة تزيد عن نحو الساعتين لمعظمهن. طالعين من محافظة الليث لمحافظة أظم والقرى المجاورة، وتبدأ معنا الليث 200 كيلو ونوصل على المغرب طبعاً. وبعد كل هذه المسافات يتعرضنا للتفتيش المشدد من ضابطات الأمن بالكلية بعد المرور من باب صغير. أنا طالبة من جامعة أم القرى في الليث. إحنا نطالب بصوتي وبصوت الطالبات، نطالب العميد النظر إلى الجامعة من حيث الأكل والخروج، لأن الخروج أصدر قرار ينفع يخدم أكثر شيء المنطقة نفسها، فلا يخدمنا بشيء. الهاشتاغ الذي أطلقته الطالبات سجن كلية الليث أم القرى ابتدأ بسبب حجز الطالبات حتى الساعة الثانية ظهرا، بعد أن كان خروجهن عند الساعة الثانية عشر ظهرا، الأمر الذي أضر كثيرا بالطالبات القادمات من بعيد. شايفين هذا الكافيتيريا من وراء من الخلف، شايفين هنا فار ميت، هذه بكلية الليث. لم يقف الأمر هنا، بل تجاوزه إلى مبنى متهالك داخله لا يعكس خارجه. فهذه الكافيتيريا أمامها فأر ميت منذ الأمس، شوف الفأر ثابت لم يتحرك، وإلى جانبه أكياس من الخبز. ماني قادر أصور لكم من قريب لأنه الأمن هنا يدوروا، عشان إيه؟ عشان ما نصور. أنا طالب من طالبات كلية الليل، هذا باب الطوارئ، هذا الزبالة، هذا باب مكسور. هذا ما دفع الطالبات لاستراق أكلهن النظيف من تحت باب الطوارئ هذا. مبنى كلية الليث التابع لجامعة أم القرى لم يخلو من انتشار مواد البناء في داخل المبنى وفي الفناء. ليس ذلك وحسب، بل تجاوزه الأمر حتى وجود فتحات صرف صحي تهدد حياة الطالبات. هذا قسم التربية البصرية، كيف طافي؟ ما يجب ذكره أن هذا التقرير قامت الطالبات بتصويره بالكامل، عل صوتهن يصل للمسؤول.
حسين بن مسعد، الإخبارية، الرياض. للحديث عن هذا الموضوع انضم لي عميد الكلية الجامعية بمحافظة الليث التابعة لجامعة أم القرى الأستاذ الدكتور حامد الشمبري. أهلا دكتور حامد، حياك الله. أشكر استجابتك بصراحة وظهورك هذا للحديث للطالبات. سؤالي الأول، إيش تقول في التقرير هذا؟ هل هذا في الجامعة، في جامعة أكاديمية نخرج منها طالباتنا وبناتنا؟ أولا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادي ذي بدء أشكر قناة الإخبارية على إتاحة هذه الفرصة لإيضاح الحقائق للمواطنين الكرام ولأبناتنا الطالبات أيضا. قبل أن أشرع في إجابة سؤالك هذا، اسمح لي أن أقدم توطئة للمشاهدين، نبذة بسيطة جدا على الكلية الجامعية بالليث. الكلية الجامعية بالليث، إذا تأذن لي بس بوقت وجيز لأنه إحنا محدودين بالوقت، الله يعافيك الدكتور إذا ما عليك. نعم إن شاء الله هي أحد كليات الفروع الناشئة التابعة لجامعة أم القرى، وهذه الكلية تضم بين جانبيها سواء في البنين أو البنات ما يقارب 7,000 طالب وطالبة، منها 4,000 طالبة في مبنى الطالبات. هذه الكلية ولله الحمد على الرغم من حداثة نشأتها إلا أنها خطت خطوات حثيثة في سبيل تحقيق التحصيل العلمي الجيد للطالبات وفي مجال البحث العلمي. فقد سجلت الكلية اسمها في سجل الاختراعات وبراءات الاختراع. طيب. في المركز الأمريكي ضمن كليات الجامعة التي طيب. سجلت العام الماضي. الدكتور من هذه الجوائز، لحظة سيد الكريم، لا بس هذه الجوائز وغير هذا، هذه أبد بنعطيها ومن خليني طيب. أقول لك بس أنا أبغى أعرف الحين، خلينا دكتور طيب أبشر أنا أبغى أطلع يا رجال، أنتم ماخذين كل الجوائز، أنا الحين بسألك، هل فار هذا معقول أنه يكون في كلية؟ معقول أن الطالبات أنت تقبل أنه الحين وأنت داخل التلفزيون في جدة نفتش جوالك؟ حبيبي اسمعني، هذا التصوير، اللقطات اللي أنت شفتها هذه اللي يقولوا في الكافيتيريا، هذا في مستودع خلف الكلية. طيب. والمستودع هذا اللي خلف الكلية فيه، ولذلك فيها الأشياء هذه المرمامة مكركبة، الكراسي والأشياء هذه ليس في الكافيتيريا. طيب. الكافيتيريا الآن نحن نعرف أن الكثافة السكانية، أن كثافة الطلاب والطالبات هذه تحتاج إلى كافيتيريا أكبر من هذه، لذلك شرعت الجامعة في إنشاء كافيتيريا حديثة وصارت أنشطة حديثة استلمناها من المقاول، وهي الآن في طور الترسية لتوسع على شركة تغذية تكون جيدة. متى تنتهي؟ تقدم خدمات أفضل للطالبات. متى تنتهي يا دكتور؟ استلمنا المشروع سواء الكافيتيريا الجديدة أو صالة الأنشطة، وهي الآن في عمل شؤون الطلاب لطرح المنافسة، ومن ثم إن شاء الله بإذن تعالى ترسو على شركة تكون متميزة بإذن طيب تعالى. ممتاز. أنا بقول لك الطالبات وش يقولون، نشوف إذا هم صادقات أو يتبلونكم. يقول لك أنه خلني أقول لك عن هالكلية هذه يا دكتور. تفضل. الإنجازات والكلية وش يبغى لها، وهي ناشئة، ترى ناشئة يعني يجب يكون مبنى كويس ويحترم الطالبات، والأصل أنه تكون الجامعة تحقق جوائز وتحقق، يعني هذا حق يعني، وعادي ما قلنا شيء. الطالبات يقولون أزمة قاعات، ازدحام ما يقارب 50 طالبة في قاعة واحدة، أعطال فنية متكررة، تجلسونهم إلى 2 الظهر وأبوها واقف برا، كيف ممكن هذول الطالبات تتوقع منهم أنهم يحبون كليتهم؟ اسمح لي أتكلم. تفضل. طيب اسمع، بالنسبه احنا نعترف بان الكليه الان مع الاعداد هذه مزدحمه، ولذلك الجامعه شرعت في مشروع مدينه جامعيه في الليث، لكن بعد ان بدات في الحفر وهذا اوقفت من قبل بلديه الليث لخلاف صار بين البلديه والجامعه، ومن ثم ولله الحمد المقام السامي الكريم حل هذه الأزمة وأيد الجامعة بإعطائها أرض مناسبة
في نفس المكان التي كانت تبحث عنها الجامعة. وبإذنه تعالى خلال هذه الأشهر القريبة سيطرح المبنى إن شاء الله بإذنه تعالى، وإن شاء الله ينفذ في غضون سنة أو حولها بإذنه تعالى. طيب نتكلم عن سنة، البنات هذول لازم يصبرون. طيب خلينا نتكلم عن عن عن, عن المبنى، انقطاع المياه المتكرر، تعطل المكيفات، هذه كمان يبغى لها مشروع ومناقصة. سيد الكريم تفضل. هناك متعهد للمياه، وهناك شركة صيانة، وكل هذه الأشياء تكون موجودة وجاهزة. والتصوير اللي أنت شفته الآن في بعض الأماكن اللي أنت شفتها، هذا التصوير كان في نهاية الدوام الرسمي، ونهاية الدوام الرسمي تكون الكلية استغلت من الضغط اللي عليها. لكن لو جاء هذا التصوير في بداية الدوام لوجدت أن الكلية مرتبة والكلية جاهزة لاستقبال طالباتها بحال جيد. تدري وش كان بيصير؟ الخدمات ولله الحمد. تدري وش كان بيصير لو صورت؟ لو صورت مسكوها حارسات الأمن اللي عندكم اللي قاعدين يمسكون البنات ويفتشون جوالاتهم. لا حارسات الأمن ما يمسكون الطالبات يخبون جوالاتهم، والطالبات يعانون منكم، والطالبات تسوون هاشتاق أنكم ما تقابلونهم. قابلوهم يا أخي، ما يجوننا. يا أستاذ الكريم تفضل يا سيدي تفضل. أي طالبة معها جوال كاميرا حفاظا على أعراض الناس، نحاول أننا نسحب منها الجوال إلى نهاية الدوام ونعطيه إياه، شايف؟ لأننا هؤلاء بناتنا كلهم، فلا نسمح بأن يكون في تصوير وخروج صور لأعراض الناس. من الجوال من ما يفتش كامل بالصور يا دكتور؟ هذه أشياء أنا أقول إنها أشياء فيها شيء من المبالغة. الشنطة تفتش من يوم ما طلع الهاشتاج هذا يا دكتور. إلا إذا ادعى الطالبة على طالبة أنها صورتها. طيب الشنط تفتش تفتيش شخصي، الجوالات تفتش بالصور من يوم ما طلع الهاشتاج، لأنه في خايفين من أشياء في الكلية. هذا الآن له يومين قاعد يصير جوا كليتكم، صحيح ولا غلط؟ ما أعتقد. إذا أنت مش في الكلية؟ ما أعتقد. طالبات ضابطات الأمن عندهم أنظمة وتعليمات يطبقونها، وهم عليهم رقابة، عليهم من يراقب عليهم ضابطات الأمن أيضا. طيب فلا أعتقد. طيب. أن هناك شيء ممتاز. لأن نحن حريصين على بناتنا اللي هم هؤلاء بناتنا يا أخي. والله العظيم والله لو حريصين يا دكتور اسمح لي معليش أنا بتكلم كنها واحدة منهم أختي ولا بنتي، يعني والله العظيم إنها تجلس إلى ثنتين. إن شاء الله أنها حريصين إلى ثنتين وهي مخلصة من ساعتين عناد. أي صح. ليش؟ طيب خليني أقول لك السبب. عطنا. جامعة الكلية الجامعية، الكلية الجامعية باللي أحد كليات جامعة أم القرى، كلية جامعة أم القرى الدراسة فيها إلى الساعة 5 مساء بالنسبة للطالبات. طيب إحنا مراعاة لظروف هذه القرى النائية ضغطنا الجدول وعدلنا فيه بحيث أنهم الساعة 2 ينتهون. يعني ما سحبناهم للساعة 5 مراعاة لأن هؤلاء يأتون من قرى بعيدة. راعينا هذه الظروف ويعني واختزلنا 3 ساعات من جدول الجامعة اللي احنا تبعها. دكتور كانوا 12 يطلعون كله كل سيد الكريم. تفضل. لا 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 هو الساعة 12 يفتح الباب للي انتهت محاضراتها من بنات الليث، يأتي أهلها يأخذونها. لكن البنات اللي من قرى بعيدة هؤلاء أعراض. أيوه. ناس لا أستطيع أن يفكون. أيوه. واللي برا أولى هذا أنها تطلع بدري برا للمضايقات. طلع بدري مع من تروح؟ بيروح الباص أبوها ولا أخوها ولا باصها؟ يتحرك للساعة 2 بعد انتهى ما في أبوها، ما يجيبوها، يجيبوها عن بعد 200 كيلو، فيه نقل جماعي. هذا النقل الجماعي يا أستاذ الكريم لا يتحرك إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي. طيب الانتهاء اليوم الدراسي يكون في الساعة الثانية، شايف؟ طيب. لذلك إحنا لا نستطيع أن نفتح البوابة لهؤلاء البنات أن يخرجن في الشارع ويتعرضن للمضايقات مهما كان هم بناتنا. فلذلك لا نرضى أن يخرجون برا وتعرضون لمضايقات. طيب. أو أنهم يجلسون في الشمس وخلافه، شايف يا حبيبي؟ طيب. أما الطالبات اللي من محافظة الليث ومن مدينة الليث، ايه؟ إذا جاء أي أحد من أقاربها يستلمها. طيب. أي وقت حتى الساعة 8 صباحا. طيب في أقل من دقيقة وش فضل. ممكن نقول لبناتك اللي أنت تقول بناتي، إيش ممكن نقولهم وش ممكن نبشرهم عشان يعني يصيرون يرجعون لكم أنتم في المكاتب ما يجونا إحنا؟
نقول إن شاء الله بإذن الله تعالى القادم أحلى. الآن إن شاء الله مشروع المدينة الجامعية سيرسى وستعمل مباني إن شاء الله بإذن الله تعالى على غرار المبنى الذي عمل في أضم الآن مبنى مميز يشرف بالبنان، أوكي؟ إن شاء الله سيعمل مثيل له بإذن الله تعالى في الليث. وإحنا أيضا عملنا حلول، استأجرنا الآن مبنيين ملاحق الكلية، واحد الآن الطالبات يدرسون فيه ومبنى الآن تحت التجهيز، كل اللي فك الاختناق. ورحلنا 1000 طالبة من 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 الليث لأضم في المبنى الجديد الذي عمل لهذه الأضم، ولله الحمد يعني هناك جهود كبيرة جدا يعني تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة في وزارة التعليم العالي وجامعة أم القرى، كله من أجل أن يقدم التعليم بشكل جيد. وأحب أقول لك أن الجامعة تحرص حرص كبير على الجودة، وإحنا الآن يعني نسابق الزمن في عملية أنه يكون هناك في جميع مخرجاتنا جودة تليق باسم جامعة أم القرى. وأبشرك أن هناك أكثر الآن من يمكن 5 كليات في جامعة أم القرى حصلت على الاعتماد الأكاديمي. وهذا تميز للجامعة دون غيرها. دكتور حامد، أول شيء أنا حاب أشكرك على حضورك، كنت تقدر تطلع معايا من 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 الليث أو من مكة، ولكن هذا يعني كرما منك وشجاعة أنك أنت موجود وطالع معانا. شكرا لك على هذا الحضور، شكرا لك على هذا التجاوب. أتمنى أن يكون هذا التجاوب أيضا مع بناتنا اللي عندكم في, 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 في الكلية. أشكرك وإن شاء الله تعالج مشاكلهم. شكرا لك. طالب أهالي مركز الموسم وزارة المياه بإيقاف معدات مقاول مشروع محطة الصرف الصحي بصامتة اللي تعمل على تمديد مواصير مكب المحطة داخل النطاق العمراني وأيضا التجمع السكاني في محافظة الموسم، مشيرين إلى أن المقاول يعمل بدون ترخيص حفر من قبل البلدية، ومناشدين بإيجاد حل ومكان للمشروع غير الموقع الحالي، وأكدوا أنهم ما بيقبلون استكمال المشروع نهائيا. عبر الأهالي أيضا عن تضررهم من تنفيذ مكب مشروع الصرف الصحي داخل أراضيهم وبجوار منازلهم، مؤكدين أن تم نقل المكب من إحدى القرى شرق الموسم بسبب اعتراض أهالي القرية إلى مركز الموسم. ينضم لي هاتفيا المهندس رمزي هادي دغريري رئيس بلدية الموسم بمنطقة جازان. أهلا أخوي رمزي. أهلا وسهلا، حياكم الله. إيش موقف البلدية مما يحصل الآن للسكان والأهالي في الموسم؟ موقف البلدية حقيقة رفضت مخالفة المقاول المنفذ للترخيص اللي منح له أساسا في موقع شرق مركز الموسم، واللي صدر فيه توجيه سابقا من صاحب السمو الملكي أمير منطقة جيزان بلجنة مشكلة في ذلك الأمر. أوقف المقاول وأشعر رسميا بذلك، وتم إجراء المخاطبات الرسمية في ذلك، وما زالت يعني الإجراءات يعني متداولة. إذن أنتم مع الأهالي تبغون توقفون المقاول هذا؟ تم إيقافه رسميا بعد ملاحظته من قبل المراقب الميداني في مخالفة للترخيص الممنوع. نعم، بيض الله وجهك أخوي هادي، وضحت الصورة أخوي رمزي دغريري رئيس بلدية الموسم بمنطقة جيزان. شكرا لك وشكرا على تفاعلكم أيضا مع المواطنين في منطقتكم. ينضم لي أيضا هاتفيا المهندس حسين قميري مدير المياه بجازان. أهلا مهندس. أهلا مهندس، معي المهندس حسين قميري. نعم، حياك الله. الحين البلدية موقفين المقاول والأهالي يشتكون، إيش موقف المياه من هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير، أحييك أخي الكريم سعيد سادة المشاهدين. بخصوص الخطة الذي تعمل المديرية على تنفيذه حاليا من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بصامتة، هو خط فائض لمياه معالجة وليست مياه خام كما يعتقد البعض. بخصوص تنفيذ الخط، المقاول لم يبدأ بتنفيذ الخط حتى تاريخه لعدم وجود التراخيص. المقاول لم يبدأ بالتنفيذ، يعني ما هو صرف صحي، هي مياه معالجة، ما هو صرف صحي، مياه معالجة ثلاثية تصلح للري. وليش منزعجين الأهالي عندكم؟ الأهالي هم يفتكروا أن المياه التي سوف ترمى بالوادي مياه خام كما هي موجودة في
مرامي الصرف الصحي اكرمكم الله. اذا المشكله عندكم مهندس حسين انه انتم ما عرفتوا نعم. تقنعون الاهالي. اجتمعنا معاهم اكثر من مره. طيب ليش باقي زعلانين عليكم؟ ما حد يبقى ما هم راضين انه نرمي المياه في الوادي ويكون الوادي قريب منهم، المياه المعالجه هذه. طيب ايش الحلول المتخذه الان؟ اللجنه اللي شكلها امير المنطقه وقفت المقاول، البلديه وقفت المقاول، ايش اللي ممكن يصير للاهالي الان؟ في لجنه وقفت اليوم صباح اليوم على الموقع مشكله من مقام الاماره امانه المنطقه بالاضافه لعضو امانه المنطقه ومن عضو المديريه، وقامت بوضع بعض التوصيات. ممتاز. على صاحب السمو الملك امير المنطقه وسوف يوجه لما يراه سموه. طيب ابقى معي نوريك يعني نوريك كليب بسيط لاختلاط مياه الشرب في مع مياه الصرف الصحي في بيش، خليك معي منه. مياه صرف صحي. شبكة الرية في بيش توزع على المنازل مياه صرف صحي. بنية اللون رائحة مجاري. من المسؤول؟ أعطينا رد يا سيدي. أخير. أعطينا رد يا عمي. مويه بيصرف صحي. أنا ما عندي تلفزيون، لكن بعطيك الرد، أنا عندي شفت المقاطع. أعطينا. إيه نعم. يلا. بالنسبة للبلاغ اللي جانا بخصوص المياه التلوث المياه بمحافظة بيش. تم شخص المعنيين عزل المنطقة هذه، عزل الشبكة، إخفاء جميع المحابس التي تؤدي لنازل المواطنين بهذه المنطقة، وعمل أخذنا عينات تحليل هذه للتأكد من سبب اللون هذا من فين جاي. بعد كذا اتخذ الإجرام. يا مهندس يعني. مهندس تفضل. 61 مليون العقد. ها 61 مليون بيش عقد الشبكة هذه، في الأخير صرف صحي مع مويه مع رائحة طيبة للبيوت. ايش وين رايحين؟ ما حد يقدر يقرر انه صرف صحي. طيب يعني تبغى نروح نجي نروح نشمها عندكم كمان نقول لك انه هذه صرف صحي ولا لا؟ ما حد يقدر يقرر. حتى روح سير عليه في بيته وقول له يا اخي هذه مويه صرف صحي ولا مويه عادية؟ الان احنا عزلنا المنطقة هذه واخذنا ان شاء الله تخرج نتيجة التحاليل بعد يومين. يا مهندس. نعم. الله يخليك، ترى هذه مويه الرجال يقول لك هذه في بيته يعني، والشبكه مكلفه 61 مليون يعني، شوفوا لهم دبره. الله يخليك، خلينا نشوف يمكن يكون التلوث من بيت الرجل نفسه. يا رب يكون من بيته وما يكون من عندكم يا رب. من خزان المواطن ان شاء الله. ان شاء الله اتمنى مواطن. والله اتمنى انه يكون من خزان وما يكون غلطكم، لكن احنا ترى لن نسمح بان. طيب يا عم. المياه اي مياه فيها اي ملوث للبيوت المواطنين. متى بينتهي تقول لي الفحص المويه هذه؟ بعد يومين ان شاء الله. ننتظر يوم الاحد تطلع معانا ان شاء الله. شكرا لك يا سيدي. اذا المهندس حسين قميري مدير المياه في جيزان يعطيك العافيه. في شاب في العقد الثاني من العمر يعتقد انه يعاني من اعتلالات نفسيه في الطائف، قام بإطلاق النار على 4 أشخاص أرداهم قتلى في الحال، مع إصابة امرأة إصابات بليغة. هذا كان في السيل الكبير تحديدا. باشرت الجهات المعنية الحادثة مؤكدة أنها تواصل التحقيق في الحادثة والبحث عن الجاني واللي أودى بحياة مواطنين 2 ووافدين وإصابة امرأة بإصابات بليغة، وأكدوا أن الدلائل الأولية تشير إلى معاناته مع مرض نفسي. هذه مشكلة إذا كان في مرضى نفسيين وكانت في مستشفيات ما تقبلهم. ونروح فاصل ونرجع من ثاني. Thank you.
هنا نكشف لكم جزءا من الحقيقة. حذر وزير الصحة خالد الفالح من تنامي انتشار مرض السكر والسمنة في دول الخليج، وقال الفالح أن المرضين يستفحلان في المنطقة ويستنزفان الكثير من الجهود والموارد، لافتا إلى أن تكاليف معالجة السكر تقدر بنحو 500 بليون دولار، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم ليصل إلى 750 بليون دولار في العام 2030، كاشفا إلى أن عدد ضحايا مرض السكر في المملكة مرجح للارتفاع بنحو الضعف. قالت تقارير منظمة الصحة العالمية أن خلال 3 عقود زاد معدل انتشار السمنة في العالم إلى أكثر من الضعف، وأن مرض السكر مرشح ليكون السبب السابع للوفاة بحلول 2030. ينضم لي هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله الفارس، رئيس وحدة الغدد الصماء والسكر بمستشفى قوى الأمن في الرياض. اهلا دكتور، يعطيك العافيه. حياك الله يا عبد الله. احنا نتكلم عن 50% في عام 2030، احنا في وباء لا نعم، يمكن ننسى مرض السكر. المرض هذا، يعني كلمه مرض هذا يعني شيء زي الامراض الثانيه، هو عباره عن وباء. الان وصلنا من الان قبل 2030 ايوه احنا الان اصلا في وباء. الان يعني قبل 2030 احنا الان نسبه المصابين، عدد المصابين بمرض السكر رسميا في المملكة العربية السعودية 26% من سكان المملكة مصابين رسميا ويأخذون العلاج، وفي أطفال ومنهم هذا الكبار فقط. لسه الكبار الصغار لهم أيضا، وعدادهم أيضا كل ما لها تتزايد. و 14% من سكان المملكة العربية السعودية عندهم القابلية العظمى للإصابة بمرض السكر، يعني المجموع أخوي عبد الله وللمشاهدين كلهم والمسؤولين كلهم، احنا وصلنا الان مرحله 40% عدد المصابين والمعرضين للاصابه بمرض السكر. 40% من سكان المملكه اللي هم يعتبر غير صحيين، فهذا من الان، فما بالك لا قدر الله في 2030. استمرينا على هالاعداد، تتكلم انت عن 500 بليون الان دولار. نعم. هذه تكاليف علاج تتحملها الدولة. نعم. كيف ممكن نوقف النزيف هذا؟ الآن للأسف المشكلة أخي عبد الله والجميع، الآن المرض هذا هو مرض مزمن. أيوة. وإذا ما تمت السيطرة عليه بمعنى الكلمة، وما التزموا بالعلاج وغيره وكل التعليمات، فهو حيعرض نفسه للإصابات بالمشاكل للنظر لا قدر الله، مضاعفات مرض السكر، بالمشاكل للكلى، بغسيل الكلى، بالشرايين، بمشاكل القلب، بالبتر، بمشاكل كثيرة معدودة. طيب. وهذا عليها التكلفة الزايدة على هي 750 بليون ما فيها توصل. كلام وأكثر. طيب نتكلم عن السيطرة، كيف ممكن نسيطر؟ السيطرة نبدأ كبداية أولا، يعني النقطة اللي فيها الضوء الأخضر بعد أيوه؟ رب العالمين، واللي تعطينا إن شاء الله الأمل، والأمل الموجود إن شاء الله إلى يوم الدين، إن أكثر سكان المملكة من العدد من الشباب اللي هم الجيل الجديد إلى تقريبا 65% طيب من السكان، فإحنا لابد نسيطر مضبوط على هذه الشريحة. شو نسيطر؟ نسيطر من البيت بالبداية. آه. من الوالدين، من استحالة الطفل يوخر عن السمنة، لأن السمنة هي سبب الرئيسي لها السكر. ممتاز. فالبيت بالأكل الصحي، بالحبهم للرياضة، من المدرسة، من الكتيبات اللي المفروض توزع زيها زي الكتب الرسمية، المواد الأخرى تدخل في المناهج، كتيبات تدخل في المناهج رسميا بنوعية الأكل الصحي، من شب على شيء شاب عليه. والرياضة تعطى صح درجات بمعنى الكلمة،
زيها زي المواد الأخرى وفيها رسوب ونجاح. يا سلام. والأولاد والبنات، لأن نسبة البنات في السمنة في المملكة العربية السعودية أضعاف الرجال للأسف. طيب. لعدم الحركة. لكل حي على عيني وراسي موجود كل شيء، الأمن اللي هي المستوصفات الحمد لله وكل شيء، لكن أبغى يعني كرما منهم يكون في كل حي عيادة خاصة للسمنة والسكر. صح بنصرف بعض الملايين لكنها أقل من، لكن حتوفر مليارات. أنا أحلف بالله لو في كل عيادة، عيادة السكر وفيها فيها شو اسمه، فيها الكتيبات التوعوية، فيها الأشياء كثيرة يعني تساعد على الوعي للناس، لأن الوعي هو خير من العلاج. هذا اللي نقول سؤالي هنا الآن، حنا نودي عيالنا للمطاعم السريعة، الوجبات السريعة للأسف، وحنا نقدم لهم المشروبات الغازية، وحنا نقدم لهم الأكل التعبان، يعني هنا ما نقول إنه يبغى لها توعية، هنا نقول الأب والأم هم المشكلة أحيانا، إحنا السبب، إحنا اللي وصلنا لهالمرحلة. فهذا اولا نوخر عن بقدر المستطاع، يعني لازم احنا نتعود. انا ما استغرب على شيابنا مع احترامي إيه؟ شلون حتى ما ي... ما, ي... ما يروح يمشي في الحي، والشوارع الحمد لله الان يعني يسووا في الشوارع المشاه صارت كثيره ونظيفه، فيعني ما ليش ما, ي... ما يعني نشجع، يعني الطفل تقول له روح سوي رجيم، الطفل يقول له روح سوي اكل صحي ولا شيء، روح سوي رياضه بدون مساعده الوالدين وبدون تشجيع الوالدين فصعب. طيب. فنبي ننقذ هالجيل هذا من الآن قبل فوات الأوان. طيب احنا بصراحة الشباب لما تكلموا مع الدكتور عبد الله الفارس على طول قال انا بجي وبجي، يعني حريص جدا على هالموضوع، احنا لازم نناقش هذا الموضوع ايضا بتوسع في حلقات اخرى. الله. ايضا لا تبخل علينا بالجي ولا تبخل علينا بهالمعلومات، انا تحت الامر. سهوله المعلومه هي 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 اللي ممكن توصل للناس، ولعلها تجد اذان صاغيه. الدكتور عبد الله الفارس رئيس وحده الغدد الصماء والسكر بمستشفى قوى الامن، شكرا لك ويعطيك العافيه، تشرفنا بجي. الف شكر. الله يعطيك العافيه. شكرا. الف شكر. الله يطول. بدأت بلدية وسط الدمام أخيرا تطبيق قرار إلزام جميع المنشآت الصحية بوضع قائمة أسعار منتجاتها بشكل واضح أمام المستهلكين، وشرعت البلدية في تطبيق القرار في سوق السمك المركزي بالدمام، إذ تم وضع تسعير على جميع أنواع الأسماك المعروضة، وتستهدف خطة بلدية الدمام أكثر من 7000 منشأة صحية ضمن نطاقها بوضع قائمة بأسعار المنتجات اللي تقدمها بشكل واضح للمستهلكين لحماية المستهلك وأيضا لحفظ حقوقه. ينضم لي هاتفيا محمد الصفيان المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية. أهلا أخوي محمد. حياك الله أخي عبد الله، الله يمسك بالخير، مسك جميع أخوة المشاهدين. خطوة جميلة بصراحة منكم، يعني الآن صارت الأسعار واضحة عند الناس؟ لا شك. طبعا هو الهدف منها أيه؟ طبعا هي طبعا حمله تفتيشيه كانت نقطه في البدايه في مجمع السوق والسوق اللحوم والدجاج والاسماك أيه؟ في الدمام، يعني استهدفنا في هذه الحمله محلتين اسماك والدجاج المبرد للوقوف على جوده المواد الغذائيه المقدمه للمواطنين، وكذلك في عبد الله الزام محلات بوضع تسعير على المنتجات المعروضه للبيع. طبعا يعتبر هذا تعتبر هذه الخطوه في نظرنا هي الحد من غلاء الاسعار. صحيح. تسهم ايضا في خفض الاسعار المستمره بالارتفاع، وخلق روح تنافسيه ايضا بين التجار في خفض الاسعار، وكذلك حفظ حقوق المستهلكين ايضا، لابد المستهلك عندما ياتي للسوق ان يعرف اسعار الاسماك كلها بجانبه. ايه طيب، هذه خطوه اولى السوق المركزي، وش اللي ننتظر من الأمانة الأيام الجاية؟ بشرونا، بشروا أهل الشرقية، خلي تصير الأمور طيبة هناك. عفوا السؤال مو واضح كيف؟ أقول هذه خطوة أولى أنكم ركزتوا على سوق السمك، وش الخطوة الجاية لا. للأمانة للناس اللي عندكم بالشرقية؟ طبعا الخطوة الثالثة طبعا هي نقطة البداية بتكون في الدمام ايه؟ كمرحلة أولى، والمرحلة الثالثة بتكون في المدن الحاضرة كلها الدمام والخبر والظهران، ثم ننطلق الى منطقه القطيف وهكذا، وجنة البلديات المرتبطه كلها في جميع المحافظات.
ما شاء الله. لا شك اي نعم، لكن طبعا في اخوي عبد الله وضح جالب طبعا الحملات هذه في حملات مجدوله طول السنه ايه؟ للتاكد من وضع التسعيرات، وفي حملات مفاجئه تنفذها ينفذها مراقبي البلديات بصفه مستمره. يعني لاحظ الحمله هذه الاخيره اللي نفذناها كانت هناك عدد مخالفات لاكثر من 67 محل بيع اسماك من عدد 101 في سوق السمك فقط في الدمام، وذلك لإلزامهم وضع الأسعار هذه والتماشي باللوائح البلدية التي وضعتها ونصت عليها وزارة الشؤون القروية. نشد على أيديكم في هالخطوة، الله يوفقكم، وننتظر خطوات أخرى يعني في الفترة الجاية في المحافظات الأخرى. أخوي محمد الصبيان المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية، شكرا جزيلا لك. طالب قانونيين ومختصين في علم الإجرام ومكافحة الإرهاب الجهات المسؤولة إيقاف بائعي بطاقات الاتصال وشرائح البيانات مسبقة الدفع اللي يتم الترويج لها في بعض المحال التجارية، وذلك بعد انتشار بيعها واستخدامها من قبل أشخاص مجهولين مستغلين أرقام هويات وإقامات لأشخاص آخرين، ومؤكدين أن مثل هذا الأمر يعرضهم للمساءلة القانونية، ولا سيما ضرورة منع استغلاله كنافذة مفتوحة لأصحاب الفكر الضال في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية والإرهابية. من القصيم انضم لي هاتفياً الدكتور يوسف الرميح، أستاذ وبروفيسور مكافحة الجريمة والإرهاب بجامعة القصيم. أهلاً أستاذ يوسف. حياكم الله، سعد الله مساكم جميعا. بيع أرقام وشرائح مجهولة يعني تتسبب في الكثير من الجرائم، إيش ممكن يكون خطرها علينا يا دكتور كمجتمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا أخي الكريم، بيع وشراء وتداول الشرائح المجهولة يتسبب في مشاكل وقضايا وجرائم فردية وأسرية واجتماعية وأمنية ووطنية، كل ما تفكر فيه من جريمة للأسف الشديد تجد أنه تستطيع أن يرتكبها الإنسان قليل الدين وقليل الأمانة وقليل الوطنية إذا وجد عنده شرائح مجهولة. وهذه تقع مسؤولية كبيرة ومهمة جدا وخطيرة على شركة الاتصالات وقبلها على هيئة الاتصالات. المفترض تمنع نهائيا، توقف نهائيا أي شريحة مجهولة. الذي أتمنى أن تربط كل شريحة بالهوية الوطنية صحيح. أو هوية المقيم. طيب عندما الآن تجد شرائح أصحابها مسافرين لهم سنتين وثلاث وأربع أو ميتين صحيح، والشرائح تتداول بالسوق. صحيح، نحمل المسؤولية الكاملة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. والله يا أخي عندما تحمل الناس يوجد بالناس الطيب والبطال، الضعيف والفقير، الذي يتصور نفسه عند الجريمة والذي لا يعمل الجريمة. لا أنا أتكلم عن الهيئة طويل العمر دكتور، أتكلم عن هيئة الاتصالات تقنية المعلومات، أن كل شركات الاتصالات تحت إدارتها وشايفين الوضع هذا وساكتين الشركات، فالهيئة أيضا ساكتة. المفترض هيئة الاتصالات تفرض على شركات الاتصالات أو تقوم هي بوقف جميع يعني مثلا يجينا عامل مقيم عنده 10-12 شريحة، بأي حق؟ اربط يا أخي الكريم بالهوية، هوية المقيم أو هوية المواطن رقم جواله، ثم يعني إذا غيره إلكتروني يغير رقم جواله مطابق لرقم الهوية، بحيث إنسان أخذ خروج نهائي أو توفى أو صحيح، أو نستطيع نحصر عدد اللي عندهم على 20-30-40 رقم في الدول. بأي حق يتم هذا؟ صحيح. لا تنسى أنك تستخدم في جرائم الإرهاب، في جرائم التفجير، في جرائم السرقات، في جرائم أقل شيء والكثيرة جدا مضايقة الناس في بيوتها، هذا خطر. إذن العهد على هيئة الاتصالات تقنية المعلومات أنهم يقومون بالحد من هذه الشرائح أو إلغائها تماما، ينتهي هذا الموضوع. والله يا أخي الذي أتمنى فعلا أن طيب، أن مثلا يعطون مهلة أسبوع صحيح ثم تغلق جميعا طيب. وعلى المتضرر يعني أن يذهب الاتصالات ببطاقته ويطالب طيب بعدد شريحته. الدكتور يوسف الرميح أستاذ مكافحة الجريمة والإرهاب بجامعة القصيم، شكرا لك، لعل هذه المطالبة تجد إذن صاغية من هيئة الاتصالات تقنية المعلومات. منح الاتحاد العام للمنتجين العرب ومنتدى مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام مؤخرا شهادة شكر وتقدير للفيلم الوثائقي النماص جوهرة السياحة السعودية
وقدم الفيلم قدم هذا الفيلم خلال مدة بلغت 40 دقيقة، وشارك في صناعته 13 شخص موزعين بين فنيين ومنفذين إنتاج وعمال، امتدت مدة التصوير ل 25 يوم. النماص جوهرة سياحة سعودية، درة الجنوب وساحرة القلوب، في فضاءاتها يلتقي السحر مع الخيال، ويعانق الضباب قمم جبالها ليلفها بشال مبلل بالرذاذ. هنا على قمم جبال سروات جنوب غرب المملكة تتربع محافظة النماص كعروس ترخي جدائلها للغمام، يتوشح أرضها ويزين روابيها بساط أخضر من الأشجار والأعشاب. في محافظة النماص يمشط النسيم أغصان أشجار العرعر والطلح والزيتون البري والتين والرمان الغارق في ضبابها الكثيف، فتمتلئ الأرض بعبق نسائمه، وتكتسي الطبيعة بلون بياضه، ويغسل الهتان الأزهار والأغصان ليملأ المكان بعبير الورد والبرك والريحان في منظر بديع ينجذب إليه السواح من جميع أنحاء المملكة ومن خارجها للاستمتاع بأجوائها المعتدلة التي تخفي معالم الصيف الحارة وبرودة الشتاء إضافة للغابات. ينضم لي هنا في الاستوديو عبد الله العامر نائب رئيس جمعية المنتجين والموزعين السعوديين. أهلا أستاذ عبد الله. مساك الله بالخير وأشكرك وأشكر الإخبارية، أنا مبسوط جدا لهذا التغيير الجميل في قناتنا الإخبارية. إن شاء الله في أحسن بعد قريب، لكن أبغى أعرف القصة هذه، النماص جدا يعني محافظة جميلة وجوها جميل، كيف بدأت قصة هذا الفيلم اللي أيضا كان أجمل؟ الله يطول عمرك. المملكة العربية السعودية غالية على كل مواطن سعودي. النماص أنا كنت في زيارة في بداية الصيف وشفت الناس كثير بتتساءل ليش ما تأخذ هذا المنطقة ومكانة إعلامية أكثر. أيوة. فتفاعلت مع الزملاء في مؤسسة دنيا البرامج مجموعة من الشباب السعوديين، واتفقنا أن نبدأ تصوير الفيلم، وتعاونت معنا بلدية النماص، والحمد لله تم إنتاج هذا العمل في 25 يوم بمشاركة كوادر وشباب سعوديين. مدة وجيزة. اشتغلنا بأربع وحدات تصوير، استخدمنا فيه طبعا اللقطات اللي شفتوها بسيطة، استخدمنا طيران تصوير جوي وتصوير أرضي، والحمد لله الأمور نجحت سريعا معنا الحمد لله. طيب إيش ينقص مثل هذه الأفلام عشان يكون لها يعني قيمة سينمائية عالية زي اللي تطلع أيضا في كثير من القنوات اللي تكون مهتمة بالأشياء الوثائقية؟ الأعمال الوثائقية ترى لها جمهور كبير جدا في العالم. عندما تقابلت مع الدكتور إبراهيم أبو ذكي رئيس اتحاد المنتجين العرب وأنا نائب رئيس جمعية المنتجين السعوديين، قال لي ليش ما يكون عندكم مشاركات عن المملكة، المملكة بلد كبيرة وسياحية. عرضت عليه برومو للفيلم، قال لي حرام عليك إنما تشاركون بهذا، ما عندنا أي شيء، وإحنا عاملين ليلة للمملكة العربية السعودية. أيوة. تم إنتاج فيلم عن سيدي خادم الحرمين الشريفين وعلاقتنا مع جمهورية مصر العربية. وقدمنا فيلم النماص، وكانت ليلة سعودية، وقدموا أوبريت اتحاد منتجين العرب للعلاقات السعودية المصرية. بشكر اتحاد منتجين العرب على هذا التقدير لمكانة المملكة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين. طيب سلمان، ليش النماص يعني عشانك كنت منها مدلعها وتارك يعني أبها جنبها وفيها والله يعني في مناطق جنبها كذا القادم بس أحلى. انت مدلع النماص عشان انت منها وليش؟ اللي ماله خير في أهله ماله خير في غيره، في ديار جنبها ترى، فكلها مملكة جميلة، لكن أعتقد أنه النماص كنت أنا متواجد وحبيت أنه أنا أخدمها والمملكة. صحيح. كلها تستاهل، وأتمنى إن شاء الله أنه يكون هذا الحافز لكل مناطق المملكة وكل شبابنا أن يصوروا بلدنا للعالم. ذهلوا الناس في القاعة عندما ما كانوا يتوقعون، يفكرون بلدنا صحراء فقط. لما شافوا هذا وكثير شكروني منتجين كانوا من جميع أنحاء العالم. أستاذ عبد الله، صناعة الأفلام الوثائقية في السعودية هل بتنجح عندنا في الفترة الجاية؟ يعني هذه مجرد تجربة أولى حققت نجاح، هل في ممكن أنه ممكن ننجح في هذا المجال ويكون سوق خصب؟ والله بوجود قناة زي الإخبارية ومعالي الوزير والسياحة، طبعا أنا أهدي الأمير فيصل بن خالد من منطقة عسير هذا الفوز، وأهدي الأمير سلطان بن سلمان رئيس هيئة السياحة والمهتم كثيرا بالتراث والمتاحف. النماص في 10 متاحف أنا ذهلت وأنا ابن النماص، في 9 سدود للماء، في مناطق أنا من ابن النماص لم أشاهدها في حياتي شفتها أثناء التصوير.
أمنية أن يكون عندنا مهرجان للأفلام الوثائقية. المملكة قارة وتستاهل أن نعمل كل سنة مهرجان للأعمال الوثائقية ونقدم مع بعض. إذا الأعمال الوثائقية إن شاء الله يعني بتلقى لها سوق لو 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 تم السعي وراها. أباك تكلمني عن القصر هذا وشو؟ هذا قصر الحضارات لمواطن بجهود محمد المقر أنشأ هذا القصر، يعتبر من أهم المتاحف والقصور في المملكة العربية السعودية. جميل. طبعا هذا في 360 شباك طوال اليوم تدخل الشمس من كل مكان، في عدة أجنحة، في أكثر من 100,000 قطعة أثرية. طيب. يشكر مواطن نقدر روحه؟ مفتوح لكل الناس. خلاص احنا ان شاء الله انا اعزمكم وفريق العمل الجميل هذا كله. اول شيء بنروح ان شاء الله لهذا المكان. اشكر حضورك، نشكركم على هذا الانتاج الجميل جدا، يعني اللي يعتبر بدايه ان شاء الله لانتاجات ان شاء الله مقبله لافلام وثائقيه ايضا لكثير من مناطق المملكه. اخوي عبد الله العامر الممثل والمنتج والمخرج، شكرا لك. شكرا. يعطيك العافيه على الحضور. شكرا. شكرا نسيم. الله يسلمك. رغم أنها عاشت في كنف أم وأب يصنفان ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة الصم والبكم، إلا أن الطالبة فاطمة عبد الله بموزة البالغة من العمر 17 سنة استطاعت اجتياز مقياس موهبة بدرجة مميزة، وكانت من المرشحات في التسريع الأكاديمي وصنفت ضمن المتفوقات دراسيا، ولم تثنها ظروف والديها الصحية من التفوق والتميز رغم حاجتها، وخصوصا في صغر سنها لأم تشاركها تعلم الحروف ونطقها، أو أب يسمع ترتيلها للقرآن أو يفك معها مسائل الحساب. تنضم لي هاتفيا فاطمة أبو موزة. أهلا يا فاطمة. أهلا. إيش الإنجازات الحلوة هذه؟ أنت الآن مرشحة للتسريع في المدرسة، كيف قاعدة تشوفين هذا الإنجاز اللي أنت قاعدة محققتها الحين؟ صراحة أنا أشوفه فخر لي، خاصة الظروف اللي أمر فيها وقتها، فخر ونعمة من الله سبحانه وتعالى أن رزقنا بهذا الشيء. إيش تقولين لأبوك وأمك اللي رغم ظروفهم أنت تفوقتي، وتفوقتي أيضا على نفسك وعلى الظروف اللي حولك يا فاطمة؟ ما في كلمات تصف معنى الشكر والتقدير للأم أو الأب لبذلهم معاي من صغر سني إلى هذا العمر، كيفية إنجازاتي وكل مشاريعي اللي أقامتها كلهم بفضل الله سبحانه وتعالى. وش توعدين ابوك وامك باختصار؟ اني راح احقق حلمهم وراح اصير طبيبه جراحه الاعصاب وارسل رساله الدكتوراه اللي اطمح لها فيهم وفخرهم. دعواتي لك بالتوفيق يا فاطمه، يعني احنا نفتخر بنات بهالعقليه واب وام مربين بنت هالتربيه. شكرا لك يا فاطمه ابو موزه، ويعطيك العافيه، وننتظر يعني انجاز قريب باذن الله. طيب، كلفت إدارة مدارس محافظة رفحة بمنطقة الحدود الشمالية طالب للقيام بأعمال وكيل المدرسة ومساعدة مديرها، وذلك لسد النقص الإداري اللي تعانيه المدرسة، خاصة أنها تضم المرحلتين المتوسطة والثانوية. وعلمت مصادر قريبة من المدرسة أن تم تعيين وكيل المدرسة في حركة النقل قبل 4 أشهر، إلا أنه لم يستطع المباشرة لعدم وجود بديل في مدرسة السابقة، كما علمت أن مطالبات إدارة المدرسة بوكيل لم تلقى تجاوباً في إدارة التعليم في منطقة الحدود الشمالية منذ بداية الفصل الدراسي، فلم تجد إدارة المدرسة حلاً غير تكليف طالب للقيام بأعمال الوكيل جزئياً بعد استشارة الطلاب لمدة أسبوع بواقع حصتين الأولى والثانية يومياً. معاي من رفحة الطالب حاتم بن متعب الشمري. أهلاً يا حاتم. أهلاً. كيفك سعادة الوكيل؟ السلام عليكم. والله الحمد لله بخير. والله بصراحة احنا زعلانين عشان ما في وكيل، لكن راضين انه يعني بدأوا يستفيدون من الطالب. يعني حاتم، كلمني عن تجربتك هذه يا حاتم، كيف ايش قاعد تسوي في الطلاب؟ والله التجربة طيبة ويستفيدون منها الطلاب، وانا اهني المدير صراحة. اكيد تهني لانه حطك وكيل على زملائك، بس وش قاعد تسوي في الطلاب؟ وش قاعد تسوي الفتره الماضيه؟ والله حلوه الفكره هذه. اقوم بتاخير الطلاب، غياب الطلاب. يا ويلك.
أيوة. والظروف الصحية للطالب مريض. صراحة حاتم مرة أنا مبسوط إنه عندنا طلاب يعني بهالنوعية. أخوي حاتم تجربة فريدة، أتمنى أنك بعدين تصير وكيل مدرسة حقيقي، ونفس المدرسة اللي انصرت فيها وكيل وأنت طالب. وش اللي ممكن تقوله في الأخير؟ والأخير أنا أهني مدير المدرسة. إيه. وأتمنى أن أكون قمت بالمهمة. لا قمت بالمهمة مدامك كذا. شكرا لك يا حاتم الشمري الطالب المكلف بمهمة وكيل المدرسة. توقعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار على معظم مناطق المملكة تشمل عسير والباحة وجيزان ونجران، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى الأجزاء الجنوبية لمنطقة الرياض. تداول مغردون مقطع فيديو يظهر تهور مواطن وهو يقود سيارته وسط السيول الجارفة، مما أدى إلى انقلاب سيارته وانجرافه. رغم التحذيرات الناس لازالوا يعني بيتحدى السيول. شكرا لكم مشاهدينا، انتم دائما عين الراصد، راسلونا على حسابات البرنامج. شكرا لكم، نشوفكم على خير، يمكن من الحياة يوم الأحد.